وننتقل عبر زوم إلى البرتغالينا لوفنجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري والزمالك. مرحبا بك فنجادا، يعني بداية كيف شاهدت لقاء موريتانيا والرأس الأخضر اليوم؟ مساء الخير، من دواعي سعادتي أن أتحدث لكم إلى أصدقائي من مصر بالطبع، وشكرا لكافة المصريين. اليوم رأينا ليس فقط مباراة عظيمة، ولكن بالنسبة لي كنت أتوقع أكثر من ذلك من الرأس الأخضر، لأن الرأس الأخضر في البداية وفي المرحلة الأولى كانت تلعب لعبا رائعا وأيضا لعبا خاصا أمام مصر، ولكن فيما يتعلق بما يحدث في المباريات هناك أمور غير متوقعة، فالرأس الأخضر الفائز حتى أن موريتانيا قد أبلت بلاء حسنا، وكانت هناك الكثير من المخاطر، ولكن الأمور كثيرة لم أتوقعها من موريتانيا، فبالتالي كانت هناك أمور متوقعة وغير متوقعة من الرأس الأخضر، وقد أذهلونا بروعة اللعب. فبالتالي أعتقد من وجهة نظري أن اليوم كان الماتش منطقي جدا، حيث فعلت قصارى جهدها الرأس الأخضر تحقيقا لها هذا المستوى وأيضا للوصول إلى هذا البطولة، وحتى أن المباراة بين موزمبيق ومصر أثبتوا خلال هذه البطولة أنهم يستحقوا الوصول إلى هذا المكان. نعم، برأيك يعني ما رؤيتك لخروج مصر المبكر من أمم أفريقيا أمس؟ حسنا، بالطبع أعتقد أن هذا مؤسف للغاية للجميع، وأنا على دراية بذلك. أنا أرى بالطبع العاطفة والدافع والحافز الكبير للمشجعين المصريين والذين شعروا باليأس بسبب الخروج المبكر للفريق المصري. هذا الجيل لا يتسم باللاعبين الماهرين، ولكن بالطبع لابد أن نكون أو ما نائب في أقوالنا. هذه منافسة من أجل اللعب، هناك خاسر وفائز، فبالتالي في اللعب لدينا خاسر وفائز بالطبع. فبالتالي الأمس خسروا بضربات ترجيحية، وكذلك المنتخب الوطني المصري كان له لعب باهر أيضا، وأيضا سعى بكل جد للوصول إلى البطولة، ولكن تحدث ما لا يحمد عقب. فبالتالي هذه مباراة مفتوحة بين الفرق، وهناك دائما فائز وخاسر. فبالتالي في النصف الثاني كان هناك حاجة إلى تغيير في آخر دقائق، ولكن أعتقد أن النصف الثاني أمام غانا وخلال آخر 44 دقيقة، أعتقد أن مصر لعبت وفقا لقدرات الفريق وقدرات اللاعبين على حدة. فبالتالي لابد أن نكون منصفين، كان هذا أمرا مؤسفا للغاية. بالطبع كنت أتمنى أن يكون هناك لعبا أفضل، وكنت أتمنى أن يحققوا ما جنوهم من اللعب المضني وبكل جد في الملعب، ولكن لم يحالفهم الحظ. ولكن بعد 2-1 الفريق كانت قدراته أيضا وفقا لمستوى الفريق المصري لا يمكن أن يحقق التعادل، لم يحقق التعادل. وتونسي أيضا في العراق أيضا أمرا مشابه، وفي 92 و94 كان في الوقت الإضافي الأردن حققت هدفين، وكان هذا أمرا محتملا لأنها لعبت كرة القدم وطبيعتها. أعتقد أن هذا أمر مؤسف للغاية، نحن نتعلم من أخطائنا، وبالتالي يمكن الإعداد الأفضل للمستقبل. التاريخ بالطبع يعيد نفسه، أو يمكن أن نمنع أن يعيد نفسه. فبالتالي نتمنى كل النجاح والتوفيق لكل اللاعبين، لأنهم لعبوا بكل جدية ونشاط، وتمنى التوفيق للشعب المصري والحظ السعيد. ولكن الآن لابد أن نواجه هذه الحقيقة، ونحن نحاول التأهيل، ولابد أن نأخذ الخطوة التالية. نعم فنجادا، قطعا شاهدت مباريات الفريق المصري منذ بداية البطولة، إيه رأيك في أداء المنتخب المصري، ومن تحمل المسؤولية، مسؤولية هذا الأداء الذي أبلى به المنتخب المصري؟
كما تعلمون أنا مدرب وأنا أعلم تماما من فيتوريا، وأنا ليس لدي أي أدنى شك أنه هو الشخص نفسه الذي سوف يطارد توزيع القدرات، وأيضا بناء على معرفته وخبراته كمدرب هو يعلم قدرات فريقه. وأنا كنت معتاد أن أقول عندما يفوز فريق فإن الكل يفوز، وعندما يخسر فريق فإن الخاسر الأول هو المدرب. فالأمر ليس وقتا سانحا أن نقول أن الفريق سيء في كل الأجناب أو كان على خطأ تماما بنسبة 100% أو ارتكب الكثير من الأخطاء، ولكن ليس الوقت سانحا الآن. الوقت الآن سانحا للتحليل الجيد والبناء والإيجابي. ليس لدي شك في قدرات وشخصية فيتوريا المميزة، وهو يتحمل المسؤولية بشكل تام، ولكن بالطبع عندما يكون لدينا فريق ويمكن إعداده جيد يمكن أن يبلي أفضل أداء، ولكن في النهاية تقرر لعبة كرة القدم قراراتها ونتيجتها النهائية. فبالتالي كان هناك إظهارا للقوة والأداء الباهر، وأيضا كانت بناء على خبرة مدرب الفريق. وأعتقد أن المسؤولية الأولى بالطبع على المدرب، ولكن أنا على يقين أن ما أخبركم به هم يأتي بناء على مستوى أداء اللاعبين الذين استطاعوا إظهاره، والأمر يعتمد مرة أخرى على ما أعددناه جيدا لهذه اللعبة. ويمكن الآخرون أن يقولون كلمات أخرى أو مناقضة، ولكن الكاميرون مثلا لديها فريق جيد، والمغرب لم تؤدي جيدا أمامهم، فقط السنغال منذ البداية كانت 1-1، وبعد ذلك بدأوا في تحسن الأداء وبدأوا باللعب بأكثر مهارة وأظهروا كفاءة وقدرة بدنية كبيرة. ولكن كما تعلمون عندما نخسر فإن المسؤولية يجب أن تحمل على الجميع إلى أقصى حد حتى يتحملون المسؤولية بشكل واقعي. ولكن في الموقف المصري كانوا على وشك الفوز، ولكن لا شك أن كل شخص كان متوقع منه الأفضل. ولكن ليس من يتحمل المسؤولية هو المدرب فقط، يعني أريد أن أسألك، يعني هل أنت مع قرار إقالة فيتوريا أم يستطيع أو من حقه أن يأخذ فرصة كاملة؟ حسنا، كما تعلمون حتى أن ننظر حتى الآن وحتى بالأمس كان هناك تعادل، ولكن من خلال ضربات الترجيحية حدثت الهزيمة، وهذا كان وفقا للإحصائيات. ولكن حتى الآن فقط خسرنا مباراة واحدة، وكما تعلمون إن قيادة الفريق أمر مهم للغاية، وأنا أعتقد أن هذا ليس عذرا، ليس فقط بسبب أداء محمد صلاح الذي تسبب في إصابته، ولكن كان متوقع أداء أفضل. ولكن أيضا من الأهمية بمكان أن يكون في الفريق، حيث في كثير من الأحيان وخلال مدة المدرب السابق في مكتبنا كنا نتناول بعض الموضوعات، وحتى محمد صلاح إذا لم يكن يؤدي بشكل جيد فبالتالي هناك لاعبين أو أكثر يغطونه وأيضا يوفرون الدعم للاعبين الآخرين. وعندما يكون صلاح في الفريق فإن الفريق باقي أعضاء الفريق يكون لديهم مساحة أكبر، وبدون صلاح الأمور تتغير حيث نفتقد القائد، فبالتالي هو له تأثير كبير. نعم فانيغادا، ولكن يعني أنت قلت بأننا نتحدث بصراحة، فمستوى المنتخب المصري منذ بداية البطولة ليس هو المستوى المتوقع، فبالتالي برأيك فنيا، نعم فنيا، ما الأسباب الحقيقية التي تسببت في ذلك؟
Look, I'm not completely inside the team, and أنا لا أنخرط الآن مع الفريق بشكل كامل، ولكن كما ذكرت، المسؤول الأول هو المدرب، وهو مدرب الفريق المصري هو المسؤول الأول بالفعل، وكما حدث مع فرق أخرى مثل الزمالك وبيراميد، وهذا يحدث أيضا في البرتغال. نحن نحمل المسؤولية على المدرب، ولكن المسؤول هو الشخص من المفترض أن يتحمل المسؤولية، أن يتحمل الذنب. لا يمكن أن نقول أنه متحمل للذنب. الأجواء وبشكل عام كما تعلمون، علينا أن نقول أنهم لم يؤدوا بالشكل المتوقع، فبالتالي ليس ذنب فرد بعينه، فالاتحاد والمدرب يتحدثون في بيئة مواتية، وهم يحاولون إيجاد أفضل الفرص والخيارات. ولكن أنا أعتقد بناء على ما أعلمه عن فيتوريا وعمله، هو لديه القدرة والخبرة والمهارة، فبالتالي هو الشخص الأفضل للوصول بالفريق إلى مستويات أفضل. أعتقد أن هذا أتى بعد أجيال من التدريب والفرق، وهو حقق الكثير مع فرق أخرى، ربما على مدار 4 أعوام سابقة حقق الكثير من الإنجازات. لا يمكن أن نقول أن ما حدث أمس هو بالطبع يوم مؤثر لنا جميعا، ولكن لا يمكن أن نحمل المسؤولية التامة على شخص ما دون غيره. وبالتالي عندما نكون متحمسين نقول بعض الكلمات وبعد ذلك نتراجع عنها، ولكن حان الوقت أن نرى ما هو أفضل الخيارات للفريق.